مرحبا، كيفكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وتضلوا بخير. اليوم رجعت لكم بفيديو جديد، بدنا نعمل مربى السفرجل. انا اشتريت سفرجل هيك مثل ما شايفين، ومن شان ما اطول عليكم الفيديو انا قشرته وقطعته هيك بهالطريقه، هيك قطعته. والسفرجل اول ما بيتقشر بيسود. انا مشان ما يسود كل حبه قشرها حطها بالمي. انا جهزت المي هون وكل حبه قشرها حطها دغري بالمي مشان ما يسود، وحطيت نص معلقه ملح الليمون كمان، هذا بيساعد مشان ما يسود السفرجه. انا قطعتهم هيك بهالشكل، انا جايبه كيلو ونص سفرجه، قطعتهم هيك بهالشكل. والتقطيع كمان حسب الرغبة، يعني في ناس بيحبوا السفرجل يكون ناعم مثل المربى المشمش الناعم، أو وفي ناس بيحبوه هيك حب. أنا بحب أعمله هيك، هيك بحب أعملهم شرائح يعني، وكتير سهل. ولنحكي على المكونات هلأ. الكيلو ونص سفرجل بدهم كيلو ونص سكر، يعني كل كيلو سفرجل بده كيلو سكر. إذا ما بدنا نعير بالكيلو فينا نحط السفرجل بكاسة، كاسة نطبق السفرجل من بعد ما نكون مقشرينه ومقطعينه، نحطه بكاسة ونحط كل كاسة سكر بدها كاسة سفرجل. يعني إذا ما بدنا نعيره بالكيلو فينا نعيره بالكاسة، يعني كاسة سفرجل كاسة سكر. إذا مو بالكاسة كيلو سفرجل كيلو سكر. هلأ أنا من بعد ما حكيت لكم حطيته بملح الليمون منشان ما يسود ويضل هيك ما شاء الله، شوفوا أحلى لونه. هلأ أنا حطيت هون بعدين المي، يعني كل كيلو سفرجل بده لتر ونص مي. أنا هلأ عندي كيلو ونص سفرجل لازم حط لترين وربع مي تقريبا. انا حطيت هون المي، حطيت المي هون بالطنجره وبلشت تسخن. انا هلا بدي اسلق السفرجل. بسم الله، كثير كثير طيب وسهل تحضيره كثير. هلا انا عم شيله من المي اللي فيها معلقه صغيره ملح الليمون، واللي انا حطيت الملح الليمون مشان ما يسود السفرجه، وهلا عم حطه بالمي. هلا لازم اغليه لمده تقريبا 7-8 دقائق هيك بهالطريقه. انا شلتهم بايدي مو بالكفكيره. هلا هيك مثل ما شايفين شلتهم من ال من المي وملح الليمون، حطيتهم بالمي وعم بغليهم. هلا انا لازم اول ما يغلوا، طبعا ما رح ياكلوا وقت زياده بس 7-8 دقائق بس يغلوا، بدنا نضيف السكر. هلا السفرجل غلى واذا بدكم تتأكدوا تاخدوا حبة بالسكين بتعملوها هيك، إذا دغري انقسمت معناته استوى، هيك بالسكين بس نتفة معناته استوى، هيك بالسكين، أو فيكم بإيدكم تلمسوها. هلا استوى. أنا جهزت هون كيلو ونص سكر لكيلو ونص سفرجل. بسم الله، لازم سقطهم دغري هيك بنص الطنجرة مشان ما يجي سكر على جناب الطنجرة. وهلأ أنا بدي أحط، فيكم تحطوا عصرة نص ليمونة أو فيكم تحطوا براس المعلقة هيك ملح الليمون. وهلأ أنا لازم أتركهم ليغلوا، ممكن ياكلوا وقت ساعة، ساعة ونص، ممكن ساعتين، على هو الكمية
الموجودة عندكم. أنا بدي أتركهم هلأ ليغلوا وبرجع لكم. ما شاء الله هلأ عم يغلوا، كل دقيقتين ثلاثة بس هيك منحاول ننزلهم لتحت، ما منحركهم تحريك قوي مشان ما يتكسروا، بس هيك بسفل الكفكيرة بس هيك شوي شوي لتحت. وهلأ بلشت تطلع الرغوة، بس تطلع أكتر منحاول نشيل الرغوة بس شوي شوي، يعني نحنا ما بدنا نغرف بالقطر ونشيل، بس منشيل الرغوة. وهلأ مثل ما حكيت لكم بلشت تطلع الرغوة، لازم نشيلها هيك بهالطريقة، نحاول ما ناخد، طلعوا بس الرغوة، نحاول ما ناخد من القطر مشان ما يقل، بس الرغوة ومعلقة ناشفة، طبعا ما فيها مي، ضروري يكون ما فيها مي. هاي الرغوة اللي عم نشيلها بدنا نكبها، هاي الرغوة، هو ما طلع كثير رغوة ما شاء الله، بس ما لازم نخلي رغوة ابدا، تقريبا كلها تنشال، بس مثل ما حكيت منحاول ما ناخد كتير قطر مشان ما ينقصنا للسفرجل. كل ما بيطلع رغوة منشيلها. بلشوا على فكرة كمان ما شاء الله بلشوا ياخدوا لون، بس لسه ما خلصوا. هلأ طلعت رغوة هون كمان، شايفين منشيلها ومنخليهم، وأهم شيء إنه ما نحركهم هيك نقعد نغرف، لا غلط، بس هيك براس الكفكيرة مننزلهم شوي شوي لتحت مشان يضل غامرهم القطر، وكل ما تطلع رغوة بدنا نشيلها. ما شاء الله، وهيك بيكون خلص المربى لليوم، مربى السفرجل ما شاء الله. أنا هلأ طفيت الغاز وما طلع رغوة كتير، بس هدول شوفوا كيف تبقى سميكة، شايفين؟ أنا حاولت بس شيل الرغوة منشان ما أخسر قطر، شايفين كيف الرغوة؟ هدول هن بس اللي انشالوا من المربى، وهي المربى خلص ما شاء الله ما فيه أبدا رغوة ولونه بياخد العقل. وهذا المنظر الأخير، هذا المنظر النهائي للمربى السفرجل، كتير كتير لونه حلو طالع ما شاء الله، وطعمه عن جد بجنن، وكتير سهل، وساعتين بس ضل عم يغلي، يعني ما أكل وقت زيادة غير ساعتين، بس عن جد طعمه كتير كتير طيب. وأنا قبل ما أطفي الغاز حطيت قطر صحن صغير وحطيته بالبراد مشان نشوف سماكته، ضروري إذا بدكم تفحصوا القطر تحطوا ربع معلقة صغيرة بصحن قهوة وتحطوها بالبراد، بيبين عليكم السماكة وبيبين إذا استوى، إذا سمك القطر. هيك فينا نفحص القطر، بنحطهم بالبراد مثل ما حكيت لكم، نص معلقة صغيرة من القطر وبنفحصه هيك، إذا لقيناها سميكة معناته خلاص استوى القطر. وهذا المنظر النهائي، كتير 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 لونه حلو وطعمه كتير كتير طيب المربى السفرجل. وإن شاء الله يكون عجبكم الفيديو لليوم وحبيتوا طريقتي. أنا بحبكم كتير، باي.